الروايات التاريخية التي اعتمد عليها المفسرون فيما بين أيدينا أن الله عز وجل بعث ملكا، جاء في بعض الآثار أنه جبريل إلى الأرض ليأخذ منها قبضة من تراب، فلما أتى إليها استعادت الأرض بالله منه فأشفق عليها وعاد، فسأله ربه قال ربي إنها عادت بك فعذتها، فبعث الله عز وجل ملكا آخر قيل إنه ميكال فكان حاله كحال جبريل، ثم بعث الله عز وجل ملكا آخر ثالثا غير جبرائيل وغير ميكال، فلما قالت له الأرض ما قالت لصاحبيه أعوذ بالله منك قال وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره، فقبض قبضة من التراب لكنه جعلها متفرقة من طرائق شتى، ولهذا كما ترى في بني آدم اختلفت ألوانهم، اختلفت ألسنتهم، اختلفت حتى طبائعهم. الله عز وجل يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، فهذا كله لأن القبضة التي قبضت آنذاك لم تكن شيئا واحدا وإنما كانت مخلوطة من الأرض كلها. يروى أن هذا الملك هو من أوكل الله عز وجل إليه بعد ذلك قبض الأرواح، أي أنه ملك الموت. وإن أردت أن تفقه سر الأمر وهذا من نفائس العلم وفرائد الفوائد أنه أن رب العالمين وكل شيء بقدر، وقد علم الله ذلك أزلا، لكن قد جعل الله عز وجل للأشياء أسبابا. لما أشفق جبريل وميكال على الأرض لم يسلطهم الله عز وجل على من خلق من تلك الأرض، لكن ملك الموت، وقبل ذلك لم يكن ملكا للموت، قبل لما سلط على الأرض أن يأخذ منها قبضة لم يتردد، فلما لم يتردد من أن يقبض قبضة من الأرض سلطه الله عز وجل على أرواح من خلق من تلك القبضة وهم بنو آدم. فهذا الملك هو الذي قبض أرواح الناس جميعا ممن ماتوا ممن سبقنا إلى الله، بل هو الذي قبض أرواح الأنبياء والمرسلين لا يتردد أبدا، كما أنه لم يتردد في أول الأمر عندما بعث إلى الأرض ليأخذ منها قبضة، كذلك لم يتردد هنا بعد ذلك عندما أوكل الله عز وجل إليه أن يقبض أرواح العباد. الله ربنا يقول في كتابه العظيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذا مضمار من فقهه يفقه الكثير من مسائل الشرع، وليس كل أحد ليس كل خيل تستطيع أن تجري في هذا المضمار، لكن الموفق الله، ولا ينبغي لمن قصر علمه أن ينال ممن آتاه الله عز وجل علما، لكن عليه أن يسأل الله عز وجل أن يهبه كما وهب سواه، وربك ذو فضل عظيم.